EFM نعود الماتش مع الكابتن خالد حسني على EFM أحلى راديو. أحلى راديو يا أمين السعيدي، إخراج الإذاعي فهمتني. نعود الماتش اللي يخدم خاطرك. نعود الماتش طبعاً مكالمة هاتفية، معناها أنا نشوف عندها أهمية قصوى، هي مع عند السيد أحسن المليتي أخ المدرب المنصف المليتي المرحوم منصف المليتي. الله يرحمه. ألو. أهلا وسهلا سي أحسن. مرحبا كابتن، شنو حوالك؟ ربي يفضلك. نظن كنت تسمع فينا في الحصة وعرفت الكونسيبت شنو هو. ربي يفضل الجميع إن شاء الله. ربي يفضلك. هي ما احنا قلنا نحفر في الذاكرة، ولكن الذاكرة الصريحة استكمال الذاكرة. عنا سمعنا شوية، رينا شوية صور، ولكن احنا عملنا انا انفيتي دي معناها لي بيرسوناج اللي هما معناها تاريخيين، هما اللي شاركوا في هذه الملحمة تاع سي بي، منهم المرحوم اخويا وصديقي ونعتز به اخلاق وخلق وثقافه وكل شيء تحب منه سيد المنصف المليتي مرحوم المنصف المليتي. لهذا السبب احنا حبينا نشاركوا كل معناها اللي بارسيبون لهذا اللي شاركوا وساهموا في هذا الانجاز العظيم والكبير والتاريخي بالنسبه لمدينه بنزرت ولنادي بنزرت، منهم سي المنصف الله يرحمه. لكن لقينا احنا اون تروفي لا سوليسيون معناها بو لو رمبلاسي، ما خيرش من خوه سي حسن. تفضل سي حسن. بارك الله فيك في عيشك. نشكرك ونشكر الحضور. فهمت ولا ما انت من باب الطرائف؟ طب نحكي لك علاش. طب نحكي لك مثلا. لا معناها شو انا شو احكي لي. انا قلت لك الذاكره الصريحه، اين نحب الصراحه لا فهمتي معناها شو احنا نحبوا نعرفوا شو اللي صاروا في الحدث، خاطر شو كل حدث كبير لازم فيه جزئيات كانت مشوشه كانت كذا كذا، في الاخر الناس معناها تتغلب على هذا الضغط، ومعناها ورينا السيابيه كيفاش تغلبت على ضغوطات كبيره وكبيره جدا قبل هذه المباراه وفازت واهدت تونس اول كاس افريقيه لهذا البلد. اي نعم والناس الكل في الفتره هكية تعرف اللي هي فتره صعبه برشا، في ذلك العهد معناتها شاءت الأقدار وبرجالها ترشحت النادي الرياضي البنزرتي، وهذا شيء تعرفوه قبل الأربع نوادي الكبار اللي هنا، معناتها نحكيه على الاسبيرانس والنادي الإفريقي سي اس اس ليتوال، شاءت الأقدار باش النادي الرياضي البنزرتي هو اللي ترشح لولاني. تبقينا ثم لهنا شكون اللي يفرح وثم شكون اللي ماك تعرف يا كابتن، هذا ما يخفاش عليك انت مدربين كبار. لا انا ما نعرف شيء، انا نسمع منك تعرف. لا تعرفوا كل شيء. لا نعرف يفدك معك سي حسن. داكورد نعرف. هنا سيدي ليلة المباراة تنقلنا بالفريق، الفريق الحق عمل تربص ممتاز في جبل الروس، ومن هنا تنقلوا عبر معناتها اوتوبيس كار معناتها، ولكن كانت ديما الظروف نتاع السيادات قبل ما احناش مش نحكيو عليها. هوني سيدي ما تقريبا تنقلنا نزل بدا مرض نسميه ولا ما نسميش، والله ما انا نسميه باوتيل في كمرت. تنقلنا الروتيل نزل كريم في كمرت، لهنا تقريبا مع التاسعة ونص ليلا يجي سي رضا العودي الصحفي، معناتها وجي تقريبا مع سي قروي اللي هو معناتها الرئيس الاسبق للوزارتي وعدد من الاشخاص الغير المعروفه. لهنا كلمني المنصف الله يرحمه قال لي احسن حتى حد يدخل للجناح نتاع الملاعبيه. المرحوم كان قبل ما يعطيش الثقه. تفهم فيها ولا لا؟ لا اسمع ثقه البرشيده ولا ما يعطيش؟ يكلمني نعم. انت حقا نسيت هذا الشيء. تعطي ثقه لبرشيده ولا ما تعطيش؟ انا مش نعطيك الصحيح. انا تو لهنا سي قال لي ما يدخل حتى حد للجناح نتاع اللاعبيه. شكون يكلم؟ يكلم المرحوم سي رشيد بالاخوه ويكلم سي بوشاكور اللي هو معناتها المدلك نتاع الفريق، وحتى ملاعب قال لي لا عاد ياكل حاجه لهنا بعد ما تعشى، وقال لي حتى حد لا عاد ياكل حاجه لهنا، وهذا شيء تعرفوه انتم صحيح اللي معناتها شيء تعرفوه. قال لي ما عادش ياكل حتى حد لهنا، خاطر جات جماعه، ثم جماعه ماني قلت لك اللي يجي يفرح لك وثم اللي يجي باش يتفزك. باهي هوني معناتها لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سي حسن سيدي لهنا معناتها المرحوم قال لي اخويا ما يدخل حتى حد لهنا، شو عمل غدوه الحين؟ قال لي بيتي ديجيني لهنا. لا يمشي سيدي المنصف
يكلم عنده صاحبه، معناتها عنده صاحبه في مرسى ناس قرطاج، معناتها عنده صاحبه ان جرون ريستوران عنده فهمت، حافظ يعني حافظ فندري ايوا الهنتيتي ظهر لي حافظ فندري الهنتيتي في الهنتيتي امشي له قال له يا اخويا راني الفطور نتاع اللاعبيه عندك ردوا الحي وما فطروش في الاوتيل هزم وقت نزل هزم الاوتيل وهزم الجوارات البحذات ما شاء الله يعرفوا فهمت ولا ونشكروه معنا الساعه نذكروا سي ليلى الله سي احمد برشاده وسي منصور صحيح وسي محسن الغرب فأني مش مفرج محسن الغربي اسمي سي سحميد رمضان بندي ولاد سي ياسين الدزيري رحمة الله عليه صحيح المية الغربية هذوما الكل معناتها ويعرفوا ويعرفوا الشيء هذا لهنا سيدي معناتها الفطور فطروا ما فطروش في ما فطروش في في الوزير خوفا من في باب الخضرة يقول لك يا اخويا نعمل لما انا مقارونة كذا يولي جريان نشوف يولي لي كذا وتعرف انت ناس تحب السي بي وناس ما تحبش السي بي لهنا سيدي ليلة المباراة بالضبط بعد ما فطروا كذا ديركت تنقلنا للمنزل في المنزل بعد ما سلموا على سيادة الرئيس وكذا من حتى من لا اله الا الله محمد رسول الله انا فتك بالحديث يا كابتن وي فتك بالحديث فتك بالحديث اي ليلة الماتش مترأف الفريق النيجيري قبل المقابلة تقريب بيومين جاني منصف الله يرحمه قال لي راني احسن يلزمني نمشي نتفرج على الخطة التكتيكية اللي مش عاملها المدرب نتاع الفريق النيجيري بس خشبية الفريق النيجيري اللي هنا عندي القشبية نتاع الولد انا ديما نخليها معايا ودي معناتها البس القشبية نتاعو وخرجت معناتها للنكس شيرت المنطقة هذيك وين قاعدين يترنوا البس القشبية وعم روحوا في دعفاء ومسحة ويقلع في الحشيش باش تفرج على الخطة التكتيكية والله صحيحة صحيحة اي ليه بحق قال لي يا حسون قال لي الحمد لله يا ربي اللي انا مشيت على خاطر الركنية كان نمشي لها زوج الركنية نمشي لها زوج والثالث يزيد الحق قال لي أحسن الحمد لله رضيت الوالدين اللي ما نتمشيت أنا الله يرحمنا على الطيش سيدي بارك الله فيكم ولا شيء تعرفه ما يخفاش لا إله الله محمد رسول الله نتسوى وليلة المباراة بالضبط عيط لي قال لي أحسن نمشي تعيط لي في رئيس الجمعية سيد نشوى الأسود وطاير في جلال الدين بن عيسى امشي كده معايا الكلام اللي جا قال للمصنع غدوا الحي راهو انا نربح واللي نخسر راني مروح علاش يا اخويا علاش ولا في لا اله الا الله محمد رسول الله سعيد كلمه قال له شنو منصف الكلام وشنو هذا على خاطر لهنا سبق ثم حوايج صارت في الوديل قبل تقريبا بشهر ب 15 يوم تقريبا صارت فهمت ولا في خالد اي تفضل الو وي نسمع فيك كلنا نسمع فيك وي تفضل صارت برشا حوايج نتاع السبليات ما حبيناش انا ما قبل نجبد لك عليها خلي نجبد لك عليها صارت من طرف معناتها مدرب وطني صارت من معناتها هنا استجداد كبير كيفاش معناتها المنصب مليتي هو اللي يراني فيها به هذا بعد ما وصلت معناتها الزبده الفم الشكوى لا كيفاش مصر من ليبيا واللي غير الفريق وكذا واحنا عندنا المدرب نتاعنا اللي هو سي يوسف وكذا علاش هو لهنا وقع ضرب المنصف المنصف ضربوه بواز ولكن ما جاش عليه جاء بعيد لهنا وقت المنصف كلم الولد قال له ابويا اسمع تعيط لي الحبيب خويا قال له لا برا امشي هز احسن معاك وكون مطمئن قال له هز احسن معاك وتكون مطمئن وكما قلت فيك الفترة صعيبة فيك العاج هو يعطيه الصحة معناها وربي يفضلك سي حسن احنا باش حبينا نكرمه معناها المرحوم سي المنصب جبنا معناها عيتنا لك واحد من العائلة خاطر حتى هو عنصر فعال ومساهم كبير في هذا الفوز والإنجاز الكبير لكرة القدم التونسية ولكن هي قوة المدرب لما يتغلب على كل هاته ضغوطات كل هاته ضغوطات معناها والحكاية بون في سياح في كذا احنا مهم سي المنصب سي المنصب انسان يخرجك من الاستريس انسان مدرب خلوق مدرب الناس كل تحبه يجيب مدبس الجوارات الكل فهمت الله وكذا معناتها الامبيونس بتاعه احنا ناقصين في الوقت هيك ناقصين مدرب كيما مصطفى المليتي جاء عطى البلوس بتاعه احنا كنا رجال معاهم لاعبيه اليد في اليد هزينا تيتر اول تيتر افريقي احنا نبكيه على سي المنصب انا اخويا بابا صاحبي هيك تطورنا
وطور روحه زاد اول كاس افريقيه كهو جمعيه كما سي بي الفوق راي. هو الحاجه اللي تحسب توالسي المنصف على التيمونيج هذا اللي معناه الضغط هذاك خليه على نفسه مش على الملاعبيه. هوروزمون بور فو خاطر كان تدخل الدنيا كل بارك الله فيك سي احسن المليتي اخ المدرب المرحوم السيد منصف المليتي اللي فاز اول مدرب يفوز بكاس افريقيا يهديها لتونس. شكرا جزيلا. الله يرحمه الله يرحمه. على اي اف ام احلى راديو. على احلى اي اف ام احلى راديو. رجعنا كالعاده الريفير لماتش نعاودوا المباراه. توا متعرفوا انتم الحدث راه مش ملاعبيه اداره وانترينور وسوانيور ولكن فما شخصيات تدور حول هذا الحدث اللي الناس ما تعرف ايش اللي انا نعطيها قيمه كبيره. عشنا معهم ونعيشوا معهم كل يوم احنا صغار ها تو كي مثلا كيما لو غارديان دو ستاد يحل الملعب كيما قلت لك فهمتني ولا حفظ الاثاث اللي عنده دور كبير جدا فهمتني ولا بين الملاعبيه والمدرب. هنا تو عندنا مكالمه هاتفيه مع السيد حبيب شقلون اللي هو سائق حافله النادي البنزرتي يوم المباراه. نعرف فينا تفضل يا حبيب. السلام سي خالد. ربي يفضلك وربي يعيشك سي حبيب. الله يبارك لك على نفس الكريمه نتاعك. لا اسمع انا ماني ملاعبي قديم نعرف خفايا كرة قدم ونعرف شكون لي بيرسوناج اللي معناه عمرنا ما ننساهم. هو السائق وحافظ ذوكم عمرهم يعطيهم قيمه الاخرين انا نعطيهم قيمه. ربي يعزك سي خالد. ربي يفضلك. نعاشك إن كنت تسمع فينا احنا معني نتكلموا على الحدث العظيم اللي هو فينال لتواويت كترماويت الفينال تاع سيابي واللي هزت واللي ربحت الكأس. وانت كنت سائق معني مش تعطينا شو الأجواء اللي صارت في المشي وفي الرجوع اللي إيروتور اللهم بيك. ولا ليه بالنسبة لي أنا هو الأهم الروتور خاطر الروتور فرحة. أما لا ليه كيفاش كانت الأمبيونس خاطر أنا نعرف الأمبيونس تاع واحد ماشي الاستاد نعرف أما يلزم الناس تسمح. وأنا مانيش سائق نعتبر روحي بيدي مشجع خاطرني هو علاش يختار أنا بيدي ما نمشيش كسائق نمشي ك يوصلوا عيطوا لي مسؤول جملة أحسن نمشي كرافاتي وحط لا باقي كرافاتي لا وهو بوغوز زاد ونخدم مطار كنت أو قالك سيد أحمد بوغوز قالك معنا مش بحكيت بوغوز هو سيد أحمد هذاك بيدو سيد أحمد هذاك جاني بيا عرض للمرسي قال لي كلوب دوروا بيدو حط الفيسير قال لي كان يعمل لي اون اوتر ماتش باري نجيب له كونتر المرسي هكا سي اللي بجنبك هذاك كل دور هو بيدكم يعلم في المشروع. ايا سي حبيب ايا خويا احكي لنا كيفاش هكا زيت الاولاد والجو في الكار والله الجو عملنا استاد بصراحه في جبل الوسط اقامه في جبل الوسط عندنا جمعه خذيت انفيتاسيون مع جماعة المسؤولية عطانا انفيتاسيون تعطينا خذيت انفيتاسيون باش نحط تريبون دونور يا سيدي الجمعة هذيك تاع نهزهم يتراناو حاطينو في المنزل في الماتش ونرجعوا للواحد ترجعوا للاستاد نرجعوا للاستاد لجبل الوسط قعدنا الجمعة قعدنا في جبل الوسط بلوكي قبل الماتش. يا اخي من ملتي قال لي بابا جيب لي نيتاندو قلت بوك في حمام في مانيت والله قال لي جيب لي بابا نيتاندو قلت سنين عمر تو عمره 40 تبارك الله سلم عليه سلم عليه الله يبارك لك عايش خويا سي خالد. حسين شو نقول لك سي خالد جو كبير برشا ومصر مليك المرحوم زاد فرد مره رحمه هذاك قال لي يكون عندي دوبلور ما نلعبوش على الطياح وشاورهم ما قدرناش قال لي بعد ما نرقدوا جوارات نقعد نحكي مع ريتار الفاني قلت لك ماني مسؤول يقول لي يكون عندي بنك والله انا نلعبوا على الطياح رانا نلعبوا نقعدوا مانتيان ونهزوا تيتر شاورهم مسكين قالوا لهم تحبوا تيتر وتحبوا تقعدوا قالوا له نقعدوا انت شجره تعرف سي بي كيفاش تحت راه مير ديفونس مش عارف ايش قال لا كان تقبل كات بوان اعطينا اخويا نتكلموا على الكاس كات بوان وهو زيرو بوان اي تو الحين تيح تو اعطينا تو احنا الامور اليوم تاعنا تاع الجمهور تاع الكوب تاع الكوب وانت كيفاش نزلتم في الكار ماشي للاستاد ماشي الكار مش بصراحه حاجه ما توصفش خاصه في المرواح الكوان ليه ما نحبش المرواح نحب المشي كيفاش حالتهم مع بيه
ملعبيه كريشكي على صحيت زمن استعرف نقول الحق انا نقول الحق زمن استعرف عرفني انا نستعرف خاطر ثقيله انا سامع بها في يوم 7 انترناسيونال ما فما ناس ما تعرفش يا سي الحبيب يحسبوا الكره كيك الناس ما تعرفش شنو الكار والله يا سي خالد وشنو الضغط على الملاعبي اللي لعبنا له سي خالد سامحني اللي لعبنا له سي خالد هذه اللي كيبك بالذات اي تعرف تو اللي كيبك سونال تاعنا مش تول يا ربي يوفقهم اي وفقهم ان شاء الله كيبك سونال الوقت هذاك تعطينا امور ثلاثه محمد بدك وقت في نهار ايش بدي يجي سبعة بونتو اهلا وسهلا حقك تربحنا حقنا يعني تربحنا هيك وديجا رئيس كان مش جاي مش جاي حتى عملوه بسيب عطاء القرمة عمل بعده عطاء لي نحن يخلينا في البوزيتيف قال فوز البنزرتي تخلينا في البوزيتيف يا اخوي انا من اللي تحكيته قلت لك فوز البنزرتي ايه سبعة وحكيت ونعرف كيفاش قابلت الرئيس كيفاش زمت كيفاش زمت على الرئيس وقابلته قبل نحن رئيس سعيد الاسود استاذ رئيس الجمعيه قال لي كيفاش تعتبوش رئيس قبلي انا قلت له انا قلت له ما بشتوش من راسي راهو بعث لي قريب تونس نعرفه زكريا بن مصر راه رئيس بلديه تونس راه شرط بيه وراه كل شيء عقلته قال لي سيد الرئيس حاجته بيك رابط من الفوتيات مسقية طلعت من الفوتيات اي اي تربية دونار ولا شو حطوا لي احد محب يعني يقبل رئيس يقبل احد الانصار هذيك في السوتيتر في الجريده الرئيس قبل احد الانصار وانا ما حكيتلوش على قصه جمعه غايب مع على اولادي ولا حضروا في الماتش قلت له وجهك مبروك علينا جاء عطينا شويه حشيش ناموا في الطبيعة والله بالله العظيم يا خالد قلت له وجهك مبروك والتيتر دخل تونس تعمل مزيه تعطينا شويه حشيش ناموا في الطبع يا اخي خزلوا جيل الشباب جنبه حموده بن سلامه قالوا ملعبه مش من جازه قالوا جاهز يا سيد الرئيس مازال شويه يغلبك عم جاي لعبوا فيه جي جاب الشيك وعملنا الضوء شو ريت كيفاه؟ ذاك العام اليومي هذاك ريت الدور معناه شو سي حبيب الناس اللي تسمع فينا معناه شو الدور نتاع انت محب وسائق وكذا كيفاش اثرت على رئيس جمهوريه باش معناه زربوا وجهك مبروك خلاص ايه هذيك الدخله هذيك الدخله يا ولدي بخلاف الدخله هو حتى الحارس كي جاب شي فركسني قلت له ماك فركس اعطيني ما لقيتوش وشي راني مش انا هو حاسب بيا مش انا هو والله راضي ما يفركس ربي يفضل يمشي بوش الرئيس ورجع قلت له اعطوني دبشي ماك فركستو سوس ومريت اعطيهم لي خلينا نمشي نبوس كيف ولا ما نمشي نشوف عقلكم 40 ألف نيف نعقلكم بعد عصيرو دبشي مش مشكل عصيرو سي خالد جو كبير هذاك ما ننساهش يا ربي يفضلك يا عايش من 5000 لوكال جاي بربعة سي خالد وانت كنت جوفير بالله تعمل مزيه وديديكاس لياسين الزيري المرحوم انت كنت مو ديفونسور وتحب الديفونسيرات نحب الناس كلها مرحوم سني البارح الله يرحمه ينعمه واحنا معني الاولاد الكل وسي سعيد وبنزرت الكل عزيت العائله في معني في الواحد وحتى احنا هنا عزينا العائله ونادي الرياضي البنزرتي واحباء نادي البنزرتي الله يرحمه ينعمه وان الله وان الله يراجعهم كيفك نحب نوصل صوتي اللي نعزيه ربي فضلك سي حبيب وخاصة انت مناجي نتاعك باهي معناها عرفنا جوانب اخرى ما نعرفوا ايش فهمتي ولا وتوا اخويا نمشي ولا شكون توا عندنا تليفون مازال اي تفضل اي تو انت تو اسمع تو سي الحبيب كلم الرئيس سي سعيد كلم الرئيس اي وانت يا خويا ما نعرفك انت ما انا عندي خويا نعرفك ما شجاع وكذا ونعرف شو اي انا عندي خويا ساعتها في الوقت هيك سليم بالعثمان قال يا ربي يشفيه وربي بقى لي سطر عنده مشكل مع امني فهمت الله في السجن قلت له سيد الرئيس بلي قلنا وكذا تاع الكلوب اسمه سليم بالعثمان راهو في السجن وكذا قال لي كهو قال لي فرحتني قومتني من الكرسي تلفت من تالي ولدي في العشرة بتاع الليل روح سليم العثمان وهيك هي المحبة فهمت في وقت هيك في وقت فرحة وتفكرت سليم العثمان هو في السجن بارك الله فيك هيك أخونا ونتمنى له الشفاء الشفاء وهو كل شيء مربوط ببعضه طبعا معنى ريتو استاد اللي تونس كل مع تونس كل مع سيابي درب وتونس كل مع سيابي ونريتها لو تصويرة الملعب التونسي الأفريقي الناس الكل ان شاء الله معناها هذه رساله راهو هي الرياضه اللي تلم هذه هي الرياضه نحكيوا عليها راهي كانت كره محبه تولت كره كراهيه يعيشكم افضلكم راهو سي تامبا فرانشير معناها نرجعوا نحبوا بعضنا بجاه ربي نرجعوا نحبوا بعضنا ونحبوا بعضنا جمعيات لازمنا الناس كل جمعيات الكل
تتلاقى يا ولدي شو يا فما حتى مشكل يا سيد احمد يا ولدي ما حاسيش باش تحبوا بعضنا نحترموا بعضنا نحترموا بعضنا ما حاسيش باش تحبني ونحبك نحترموا بعضنا وكاو صارت لا وبجاه ربي سي خالد بجاه ربي نحاول فتنه هالجيل الجديد هذا يفتن يا وليدي الفتنه راهو حرام يا وليدي شو يفتن يفتنوا فيه يفتنوا فيه ويلزم بالله الكوره راهو للرياضيين وللزوالي والكذا ونعاودوا رجعوا كرامه الكوره بالله توا خويا معنا سي سيد البكاي مش نسمعوا صوت الهدف سي رشيد اسمع اي اي تاريخ تاريخ هيك تاريخ سي سيد البكاي علق على المباراه عبر الاذاعه الوطنيه مش نسمعوا توا عبر صوته كيفاش علق على الهدف تفضل وصلنا 10 دقائق هجوم لفايدة النادي رياضي البنزرتي حماية رمضان يروض كرة رجاحة التالي في اتجاه شلوف شلوف توزيع عالية اتجاه صف وسط الميدان يخرج مدافع نيجيري بالراس ترجع الكرة التالي رمضان رمضان يبدل لليمين سميراني 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 صحيح صحيح في الوسط سميراني من جديد لليمين المي ضربة ضربة المي يخرج وحده عن طريق صحيح يوزع في اتجاه الضغط على الياس إلى حتى بالثلاث ولا هدف ولا هدف الأول حتى بالثلاث ولا هدف الأول الهدف الأول 10:55 يتمكن حتى بالثلاث من تحقيق الهدف الأول لصالح نادي رياضي البنزرتي عملية جميلة وجميلة جدا عملية رائعة يتمكن على عذر نادي رياضي البنزرتي من تحقيق الهدف الأول تحية سي رشيد البكاي أيوة. والله تحية سي رشيد دخلت للتاريخ انت بصوتك فريمون يعطيك الصحة معناها رجعتنا فريمون شيء خاطر فما ناس يكون مش قاعد تفرج في الماتش يكون قاعد معناها تسمع لهذا السبب انا قلت من الاول فما الذاكرة الصوتية فما الذاكرة المرئية انت اليوم الذاكرة الصوتية ولكن شو اللي بقى لك من المباراة هذه كل اهلا وسهلا ساعة مساء الخير تحياتي ليك سي ربي يفضل وللمجموعة اللي معاك وضيوفك وسي احمد برشادة وكل الضيوف وسي منصور صحيح وسي محسن منصور اهلا وسهلا ايه عاد وسي محسن غربي ما ننساوش ايه شو اخضر شو كل واره وك الدنيا شو منور يا ودي منور ديما اما اسمع شو سي رشيد هو انا عندي كي رسالة شوية صاحبنا وصديقنا سي رؤوف خليف كي شو كله رؤوف خليف المعلق رؤوف خليف اي شو كله يا رؤوف تعليهك يا سي رشيد البكي هو اللي قالك يوزع قبل ما يخليك انت قال يوزع كان عاودوها كلمة يوزع 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 انت قلت الاولاني ربي يفضلك ربي يفضلك يا عايشك انت عايشك اي اخوي اي اخوي وي ايوه ايش حابني احكي لك احكي لي موتو احنا عملنا معناها المباراه الحدث هذايا وما دار حول الحدث معناها من كل معناها المساهمين كانوا مش بدنا بريسك اللي نجمنا نجبدوا منهم المعلق اللي قعد توا صوته معناها في التاريخ اللي علق على هذا الهدف كيما صوت شكون سي رضا العودي معناها فما كلمه قالها وقت طارق ذياب سجل هدف قال معناها بونتو ما فماش مثلا قعد في التاريخ هذيك انت توا انا اكتشفت كلمه يوزع اما حلوه بعد بعد المباراه فريمون معناها سيتي موفون الحق الناس كلها اثرت فينا معناها باك الوصف هذاك الوصف الحقيقي من جوارح من جوارح من جوارح من جوارح لان احنا اليوم النهار هذاك سامحني اللي عشناه بجوارحنا يعني اي نعم سيدي وعشناه بروح وطنيه عاليه لان سي بي كانت وقتها تمثل تونس اي نعم سيدي تمثل كرة القدم التونسية وكانت آمالنا كبيرة باش أنه هالحدث هذا ينتهي كاملا يعني نعم كاملا استكمال الذاكرة صحيح ومع كامل الأسف اللي نتفكر أنا وقتها ما فماش برشا ناس كانوا عاطينا صحيح يعني الحقيقة ثم بخلاف جمهور السيابي وبعض معناها الوجوه الرياضية الكبيرة اللي كانت معناها عندها خبرة وعندها قلب باهي ثم أطراف أخرى ما كانتش معناها عاطية السيابي باش تهز البطولة الأفريقية هذه لكن ثم عوامل عديدة تضافرت نعم باش معناها الحدث هذاك تم كاملا غير منقوص وتمكن النادي الرياضي البنزرتي يومها يوم كبير يا سي خالد انت عشته معنا يوم معناها في التاريخ كما قلت ما نجمش يتنساه لان اولا الحدث معناها تزامن مع حدث كبير في تحول البلاد لان الرئيس الزين بن علي الله يرحمه هذاك اول حدث رياضي حضر له قلناها حكومه كامله يعني وكانت الرهان
والتحدي على جوانة السيابي والمسؤولين نتاع السيابي والإطار الفني على رأسه الله يرحمه المنصف المليتي اللي حيوه روحه في هذا اليوم ترحموا عليه اللي كان هو قائد السفينة الفنية يعني يومها، وكانت معناها تحديات كبيرة وصعوبات كبيرة. ما عرفش سيد أحمد أحكي لك على قبل الماسك بليلة شنو اللي صار. عرفناه عرفناه السيناريو عرفناه حاجات معناها رهيبة اللي صار اللي تعدى بيهم الفريق. أنا شخصيا والله العزيز باك الغفرات هذيك وباك الشيء اللي وقع وباك الغموض اللي صار، يعني هالعباد هذوما اللي لعبوا نهارها الحداش ملاعب اللي لعبوا والزوز اللي دخلوا من بعد المفرج اللي خلصوا في الدوزيام ميتون، معناها كيفاش تحملوا؟ انا والله ما نجم نتصور كيفاش تحملوا الكم الهائل من الضغط الجماهيري والضغط النفساني والضغط السياسي والضغط معناها الاعصاب مشدوده، ومعناها وتنتهي تلك المقابله بالانتصار وتهدي السي بي لاول مره لتونس اول كاس افريقيه للنوادي الفائزه بالكؤوس. انا نحكي لك انا شخصيا كان بيني وبين اني ما نسجلش هذا الحدث حكيت معناها ثواني. انا سي عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه كان هو رئيس الحصه الرياضيه وهو اصطفاني، انا والله ما كنت ما في ذهني حتى مانيش مبرمج، يعني انا كنت ننقل المباريات من استاد البصيري مقابلات السي بي، معناها انتهى الموضوع. ثم لما السي بي تنقلت في بعض ظروف معينه لبوسالم ولا مشات لعبت في زويتن وكذا كلفوني انا باش انقلت المباراه، لكن في المنزه ما كانش عندي طموح ان يكون لي دور يومها لان المساله معناها وطنيه وفما اسماء اكبر مني معناها. لكن سعد مجيد الله يرحمه قال لي بالحرف الواحد مش ممكن باش الفينال نتاع السي بي وانت تصفيات تعدت على كتافك وكذا ما تكونش حاضر اليوم، ولهذا قررنا اداره الاذاعه وانا وكذا باش تكوني الى جانب سي محمد بن خليفه الله يرحمه. الله يرحمه محمد بن خليفه وما ادراك قام معناها من قامات النقل الرياضي لسنوات معلم معناها، وانا كنت الى جانبه معناها نجم نقول معاون لا اكثر ولا اقل، يعني هو صاحب هو الاول وانا باش نكون معاه يعني. وهذا اللي صار والله يا سي خالد وجماعكم تسمعوا يا الصعوبات اللي لقيتها في الدخول للتريبون ما نحكي لكش، ما نعرفش شنو اللي فما، ما نعرفش اللي قاعد يوحاك في الكواليس وفي الواحد. قالوا لي لا ما تدخلش يا ودي، هاي البادج نتاعي، هاي لورد ميسيون، هاو اسمي مسجل هاني. قال لك لا، انتهى الموضوع، الرئيس جاء وسكرت البيبان يا ولدي في طولكم، ربي هبط من السماء وقتها الوزير مدير التشريفات الجنرال بالرحومه اللي كان يعرفني على مستوى بنزرت لان انا كنت معناها الملحق الاعلامي في الولايه وكذا، وهو كان رئيس اركان جيش الطيران، شافني المحني قال لي اش تعمل هنا يا رشيد؟ قلت له يا اخي راني مكلف باش ننسان في النقل وما خلونيش ندخل، شدني من يدي وبعد لا ودخلني دخلت في اللحظه الاخيره وقت اللي معناها باش تنطلق المقابله. يعني شوف الظروف اللي نقلنا فيها المقابله وشوف الظروف اللي محيطه بالاجواب كلها، وسبحان الله ان سالتم الله فاسالوه البخت، لان سي محمد بن خليفه لما اعطى تشكيله الفريقين واعطى التوطئه وتحدث في عقله وخذا راحته وانا الى جنبه مرر لي الميكروفون تقريبا دقيقه ثمانيه ولا دقيقه معناها حاجه من القبيل هذا، سبحان الله الهدف مجاب في حداش هو جاء من نصيبي انا. ربي يعطاك قد قلبك يعني. ربي يعطاك قد قلبك الحمد لله. واللي نحب نقوله انا في المقابله هذيك اللي الجماهير جات من تونس بكلها واللي المسانده اللي لقاتها السيابي من الترجي ومن الافريقي ومن حمام لمف ومن صفاقس ومن النجم ومن المرسى ومن الحقيقه هذه قوه حقيقه تقال، معناها الجمهور نهارها كله بمختلف الوانه كان الى جانب السيابي. في المقدمه كان جمهور النادي الاهلي بنزرتي اللي معناها بط كبير وصغير، هذا معناها ثابت معناها وكذا. المقابله في حد ذاتها كلكم عشتوها وتعرفوها مش ممكن نزيد انا معكم انتم ندخل في التفاصيل، خاصة حمد وسي خالد وكذا عشتوها وقريتوها وحللتوها إلى غير ذلك. يعني البداية وسجلنا البوتو في دقيقة 11 لكن رجعت علينا المقابلة من بعدش ولينا فهمتني الدفاع، وكل مرة هاي ضربت على العارضة سبيس هاي شوية لا دخلت والبطل سما زوز أبطال إلى جانب بقية الفريق، هذا ما نغمن حتى حد أنا في الفريق كله فريق، لكن لابد من سما زوز برزو هما حمدة بن دولات الكابتن حمدة الله يقيمت في أنفاس ويعطيه القوة
الصيحة الكبيرة حوات يا حوات على حمدة بن دولات اللي هو الهدفك الرائع اللي معناها سجلوا، ثم بعداش الحمل على شكون طاح؟ طاح على البطل العملاق الحارس العملاق. أنا وقتها قلت هذا عتوق الجديد أو كان موجود في التسجيل، هو اللي منعنا معناها باش خلية النحل هذه رونجير سبيس ما عدلت الناس، ويا خيبة المسعى لو كان عدلت لنا. والحمد لله معناها خرجنا منها سلامات والغصرات معناها اللي أشناهم كل مرة نقولوا أي توا باش يعدلوا، وحمد وأحمد يرجع وأنا نعيط الله يا أحمد يا بطل يا أحمد، يعني واحد معناها يزي عادي يا عدو باش يبكي توا اللي كنا معناها شاعرين بها في ذاك الوقت، لأن المسألة بالنسبة لينا مسألة حياة وموت رياضيا يعني نقولوها بين ظفرين، مسألة معناها فرصة ما يمجزمهاش تمر فيك اليوم هذاك معناها خطر خاصة منارك، واحنا التصفيات كيفاش وصلنا للفينال واقدر مني باش يحدثكم احمد ومنظر علمية وغيره يعطيك الصحة سيرشيد والوقت يداهمنا وكيفاش وقعدش تعدينا من الحراس وبعدش جماعة معناها عايش سيرشيد النيجيريين ارواحهم بارك الله فيك سيرشيد في الشهادة هذه التاريخية. كما قلت انت معناها سيابير مش سهل بشك الضغط هذاك الرياضي رياض مدينه تاع بلاد وخاصه الرياضي السياسي اللي يلزمها تربح السيابين رتها لي كما 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 تفهمنا حسيلو بارك الله فيك. توا نمشيو لسي قيس بنينه، اش عندك كابتن؟ انا نستغل الفرصه تاع وجود سي رشيد البكاي معنا، مازال معنا امين؟ نعم نعم سي رشيد. نعم نحب نشوف اسكو فماش امكانيه واحنا في المباشر في تار احنا توا قاعدين نشتوا في الذاكره ونحاولوا انه نوثقوا اللحظات بتاع المقابله بتاع الفينال، فماش امكانيه انه التعاود تعلقنا على الهدف اللي تسجل عن طريق حمد مدولات في المباشر تويكا واحنا موجودين، فماشي امكانيه انك تعاود تعلقنا على الماتش على الهدف عفوا يا اخويا بلا بنينه يا كابتن مر عليها توا ايش قلت لك صحيت كابتن لا عادي اسمع توا قبيله توا شو عاودها عاودها سير شي توا حيك عاد سبيراني منصور صحيح قلت في المي سيرتو حفظها راك اما كلمه يوزع منصور صحيح الكوره 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 الان منصور صحيح منصور صحيح بيمر كيفاش هي السبيراني ضربه ضربه لطف المي يوزع يوزع والهدف الاول بن دولات يسجل الان هدف الاول هذه معناها القصه حمد بن دولات الحارس النيجيري ما لقالهاش حتى مجال باش يتبدلها حمد بن دولات من جديد يرجعنا الى ذلك العملاق اللاعب الكبير والصولات وجولات هذا اللاعب التي لا تنسى الى غير ذلك. شكرا شكرا جزيلا سي رشيد ربي يفضلك وربي يعيشك يعيشك يعطيكم الصحه على على اتاحه الفرصه وعلى تذكر هذه الاحداث الهامه في تاريخ بلادنا اللي برشا اجيال ما يعرفوهاش وقت اللي كانت الكرة للكرة وقت اللي كان الملاعب يحط عرقه ويحط بدنه ويحط دمه من أجل الرياضة شتانا بين الماضي والحاضر وربنا ما يقدر خير بين الثرى والثري توا عندنا كالعاده بي بي سي تي هكا ولا نخرجوا كالعاده شويه قروش وبعديش عندنا مكالمه هاتفيه مع عند خونا زاده سي حسني الزواوي الكابتن حسني خويا الكابتن معلم يا اخلاق وخلق وكذا نحبه برشا الحق نحبه هاي نمشيو شويه بي بي سي تي شويه قروش على اي اف ام احلى راديو معي فيه محلى راديو نعود الماتش ولو الماتش بدا يوفى يا معلم مش مزيلو 10 دقائق هيا اخويا قيس انا عاوني شوي هذا هو قبل ما ناخذوا بطبيعتنا باش ناخذوا الكابتن زيد وقائد الفريق حسني الزواوي الزواوي جو سؤال خفيف معناتها لاحمد برشيده كنت سمعت برشا حاجات عليك في الفيستير كيفاش كنت تتصرف مع اللاعبين كنت يقول لي في اطار انه يقول لي تنحي في الستريس تصدم بواحد باللاعبيه تحاول انه كنت زاد لا ندور يعني بظهري ندور بظهري نقول له اضرب اضربني بالبونيه فهمت باش نخرج من الاكتفيق ونضرب بالار نكسر دبوزه نضرب الحيط لا عاد هذه سي بوفيزيك اكزامبل تنحي الستريس اللي عندك الدخلاني خاطر جارديا مسؤوليه كبيره الهم بجنب ساقيك والفرحه بعيد عليك معناتها جارديا شنو خالد بدرة فهمنا معناتها الجارديان مسؤولية كبيرة يزمك تنحي تهبط ما عندك شيء باش نجي محسن نقول له اضرب صالح شلوف وقول له اضرب في ظهري بالبونية
يقول لي اقوى معناه بور ديجاجي ستريس ولا مش نحي لي ستريس وكي هي وتكسر بولار علي تكسر بولار يودي اسمع فيك ولاد صغار مش هيك اللي ساعات تعمل حاجات باش تعطي لو بلوس اي اما مش بالرهبه فهمت ليه باب تضرب تكسر باب فهمت ثم حاجات تعملهم اي سي حسني تسمع في تسمع في العملاق نتاعك ومش هاي حسني هاي سي حسني اخوي مرحبا بيك وربي فضلك بيك اخويا خالد فهمتني فضلك مرحبا بالمجموعه الكل اللي عايشك اي اي معناها اللي جبناهم هنا ولا الغزال حسني زوي الغزال كل بدون استثناء بدون استثناء اللي جبت محسن غربي ومنصور واحمد بحريك لكن اي الكل وانا وعطينا الانفيتاسيون فما ناس زاد ما ينجموش يجيو بالتليفون كيفك انت وربي يفضلك صار ظروف فما ظروف ميسالش ميسالش نعرف نعرف البارح تكلمنا البارح ما تكلمنا في الموضوع هذا وقت نعرف نعرف ربي يفضلك ربي يفضلك عايش عايش هاي اخويا ما هو هذاك السؤال تو سمعت الكونسيبت شو الماتش لو 388 الماتش احنا نعاودوا في الماتش فما تو حكاو لنا على على امور احنا ما كناش نعرفوها كواليس معناها في الاخر في الاخر بالكل السؤال هذا التقليدي شو اللي بقى لك في الماتش فهمتني ولا شو تتذكر حاجات اللي احنا ما نعرفوهاش بقات برشا حاجات يعني طيبه وحاجات حاشيلو كل اللاعبين كانوا ابطالها بدون استثناء صراحه اللاعبين الكل عطاوا ما عندهم في المباراه هذيك وخاصه كما تعرف يعني سجلنا الهدف مبكره يعني 11 دقيقه وقبل وبعدين ثم قعدنا ندافعوا ولما ندافعوا بكل اللاعبين كانوا يدافعوا بدون استثناء ما نحبش نرجع يعني الكلام اللي قاله سيرجيو الباكاي ابطال كل اللعيبه بالنسبه لنا الابطال الكل صحيح على مستوى الحراسه احمد كان في يومه الدفاع الخط الخلفي كانوا كلهم متواجدين لكن فما زاد حتى خلال المباريات ولا حتى المباراه كانت فما هناك يعني كما نقولوا امور خرجت يعني على السيطره الانسان كما تعرف ماك تعرف صحيح والواقع اللي قلت لك عليه حتى الله يرحمه سيمونس المليتي كان لما كان يوجه في اللاعبين فوق الميدان تبان فيا قلت لك يعني فما طائره كانت فوق الملعب تحلق تبان فيا وكان فيها يعني سبونسور نتاع فانتاز كان يناظر هكاك نظر له حتى واحنا في المباراه وقت الضغط اللي موجود على كل اللعيبه نظر له جمال عروة قال له يا سيمونس في المباراة اللوطة ماشي الفوق قال له لا انا لاهي بالطائرة والنازلة الطائرة والنازلة الطائرة والنازلة ثاني شيء حتى تحس يعني في اجواء المباراة وقت اللي سجلنا الهدف بما فيه منصف المليتي يمشي لعلي مفرس يبوسه من راسه ويقول له محلاها قرأتك يا علي وتفهم فيا اجواء كانت تفهم فيا قطع نظر على الامور الرياضية والامور الفنية والتكتيكية لكن كانت فما اشياء هو اكل مجموعة اللي كانت متحابة كيفاش كانوا يحب يأرقوا البلاد كيفاش يعني تبا فيا حضروا المباراة نتاعهم كما ينبغي تبا فيا والحمد لله يعني قعدت راسخة في أبداننا خاصة كما تعرف هي كاس إفريقية أول تدخل البنزرت يعني تدخل لتونس بصفة عامة حتى الفرق الكبرى بل ما خضرتش يعني باش تاخذها احنا يعني بالإمكانيات المادية اللي عندنا وبالظروف اللي تعرفها سي خالد والإنفراستركتور وكل شيء لكن صراحة كان عندنا لاعبين ممتازين خاصة الفترة هذيك أنا أقول فترة الثمانينات والتسعين والتسعينيات كان من النادي هذا المزارتي كان يملك أفضل لعيبة موجودين نجم نقول حتى في على مستوى الجمهورية التونسية الكل سيلاج دور تاع سيابي سيلاج دور تاع النادي هذا المزارتي سيلاج دور بأتم معنى الكلمة ولو تشوف الفرح انت حتى في البلاد انا في بنزرت احنا نقولوا الحيوت تضحك يا صحيح يعني تفهم فيه تشوف الشعب ايش خرج وعرف القنطرة والناس تعرف سوا يعني يوم تاريخي بأتم معنى الكلمة كبار وصغار يعني حسينا أنه الفرحة دخلت للبلاد وإحنا كما تعرف هناك مع عوك عندك حمد ديما يقول يا أخي البلاد شعرنا فيها أنا سيابية والبحر والقنطرة ديما يقول معنا شيء يعني اللي تفرح البلاد هي الكورة وانت هك تشوف حتى نعرف. ما تفرح تونس كان الرياضة يا الرياضة هيك أونس الوضع الحالي اللي موجودة في البلاد الرياضة هي اللي تفرح البلاد الحمد لله ربي أعطانا أونس جابر مش خرجنا من الكآبة مش جابر الأهمات والله صحيح لا صحيح والله صحيح شيخاز هك تشوف على مستوى المنتخب يفرحنا لما يتأهل أونس جابر فرحتنا في التنس بوصولها للدور النهائي إن شاء الله إن شاء الله احنا نتمنيه وديما للرياضة متانا تكون خير رغم اللي شو نقوله يعني الظروف ما هيش هي تو نهب نجبد يعني قوس ونفتح تو النادي هذا من زرت يقول قايل العريق واحد شيء يغير الملعب المعشب نتاعو بالملعب اصطناعي مش معقول وما عندوش مدينة رياضية المفروض يعني السلطة الجهوية تتلهى بالأمور هذه
وحاجه اخرى زاد حتى النادي هذه من نظرتي لازم الناس الكل تتلف حوله، يمر بمرحله صعيبه باش نقدروا الاخرى نكونوا اجيال اللي نجموا يأرقوا النادي الرياضي البنزرتي ويأرقوا الفريق بصفه عام. ان شاء الله ربي يفضلك خويا حسني، ولكن انا يكون عندي كرأي شويه كذا، يلزم نادي البنزرتي يعمل على روحه، يعمل على حد، يعمل على اولاده، فما تاريخ كبير الحاضر كذا، فهمتي؟ ولكن عملوا على رواحكم. تو انا مقبله عندي ساعتين مع سي بي، ماني عملت رحله في الماضي شيء خرق العاده، شو سي بي مع شيء كبير اللي يسمعوا الناس تو في سي بي اللي عاملين تو اللي وصلت له سي بي، حرام عليكم امانه في رقبتكم للتاريخ. ملوحه ولاده سي بي تو ملوحه ولاده. لا شوف يلزم، انا ايش قلت؟ قلت سي بي انتوما جماعه سي بي يا خويا، انتهت الواحد الخلافات كذا، لموا بعضكم، كان فريمون تحبوا سي بي بالحق يلزمكم تتلموا وتنسوا خلافاتكم وتحطوها معناها بار. ولا يعطيك الصحة في الرسالة نتاعك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرسالة نتاعك كما يقولوها ان شاء الله توصل للناس الكل، والناس الكل تتلف وراء الجمعية هذه تفهم فيها، وان شاء الله كما يقولوها مستقبلها خير من الماضي ان شاء الله. ربي يفضلك، ورسالة جد إيجابية كالعادة، المتألق الخلوق، تعرفني نحبك برشا. بوغوس 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 صاحبي بوغوس معلم. شوف الكلمة، ربي يفضلك وربي يعيشك في الشهادة هذه، يعطيك الصحة. يعيشك شيخ خالد، بارك الله فيك. يعيشك بارك الله فيك. توا اللي بقى قبل ما يداهمنا وقته فات الحصه، ريت الماتش وفات والماتش كيف كيف فيه ضغط وفيه كذا ودام اكثر، فهمتني؟ ودام ساعتين هذوما ماتشات صحاح، هذوما ماتشات صحاح. توا اخويا خليكم الكلمه ليكم انتم، انا خاطر نحب وقت واحد يجيب ضيف لازم نسمعوه مش يسمع المقدم. هي الحلمه هيك اللي عملناها احنا، كاس افريقيا ان شاء الله تعاود، خاطر بنزرت عطشانه الاشياء هذه. كما قلت انا سنين انا شو نقول السيابي عنا البحر وعنا السيابي مرضت امنا مريضه توا، يلزم الناس كل تحاول كيفاش اليد في اليد ونلقاو حل. وبجاه ربي من هنا نداء، بجاه ربي استغلوا ولادكم. حمد بورشاده انا ولد الجمعيه، مانيش خديم الجمعيه، بجاه ربي استغلوني يا اخوي، استغلوني انا في بوفواري، في اصحابي، في معلقاتي، في كذا. يا ودي نحب نعطي لجمعيتي انا، صح فهمت؟ ان شاء الله الملاعبيه الكل يد في اليد ويدخلوهم. انت مقبله ساكت ونعرفك في التيران، تبارك الله عليك اخي سي منصور، فهمتني؟ من كيف تبيد تفضل سي. انا بالنسبه لي امنيتي الوحيده تو احنا عشنا اعز فتره في النادي الرياضي البنزرتي، وقاعدين نستناو باش نوليو نعيشوا عليها، نعيشوها واحنا كبار. نحبوا نراو الاجيال اللي جات بعدنا يرجعونا للتاريخ تاعنا، ويرجعونا للذكريات الباهيه تاع النادي الرياضي البنزرتي، ونحيوا شويه من خلافات ونناقفوا جمعيتنا وكيما نقول الناس كل نادي الرياضي البنزرتي راهو نادي ملاعبيته كله مسؤولين وكله جمهور وكله، ماذا بينا نرجع وخلي نوليو نعيشوا فتره اخرى باهيه والناس كل تحفل وتشيخ، وحظ سعيد لنادي الرياضي البنزرتي وجمعيتي اللي انا نعشقها ونحبها. ربي يفضلك سي مسعود. انا كيما قلت لك سي حسني، معناها نتمنى لكل ملاعبي، كل ملاعبي في التراب هذا انه يحبي يقول انا لعبت كره قدم، يلزم يعمل تاريخ. صحيح صحيح، اذا كان ما يعملش تاريخ راهو ما اسمه ما عادش يتذكر، معناه بالماريس. والسيزون اللي تعمل فيها تاريخ هي اللي تقعد لك. صحيح، انا عملت مثلا اربع القاب مع نادي البنزرتي، الاربع سيزونات هذوكم قعدوا في راسي، الاخرين لعبتهم كان معناه في التمارين. معناه يلزم الجوار اللي يحب يلعب كرة قدم انه يخم انه يعمل تاريخ الكارير نتاعو. بارك الله فيكم. انا وقت كنت نلعب نجي البسيري، ثم اغنيه نحب نسمعها من عندكم انتم، كي تقولوها ال 500 واحد يولدي عجوبه. نحب نسمعها هذه يا سي خالد، تلقاها عند احمد. اي احمد يعطيني فازات. اي اذا كان مش احمد محسن، هاتوني سبار سي ابي، هاتوني سبار سي ابي هذيك. اي بعد هذا بصوت اخر، وهذا انسان مختص اللي عملها. وربي يفضلكم، الحصه في صفات فهمتي، ولا ان شاء الله كنا في المستوى والناس كل معناها رساله وصلت للمدينه ووصلت للفريق ووصلت للناس الكل، فهمت؟ شو عندك مش تقول خوي قيس؟
حب نقول حاجتين. الحاجه الاولى هو الحلقه الجاي الحلقه القادمه بتكون نهار السبت الجاي باش تكون مخصصه للنادي الافريقي واللي باش تكون مخصصه للنادي الافريقي وقتها خاصه حلقه خاصه بالتتويج بكاس بطوله افريقيه الانديه البطله 14 12 91 بالضبط هذا هو يا كابتن. وحاجه اخرى ميساج من قبيل يجينا على الصفحه نتاع الفيسبوك مهدي الوسلاتي اللي تبع فينا ويحب يبعث ويحيي اخته اسماء الوسلاتي ويقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. اليوم عيد ميلادها يا كابتن. اليوم عيد ميلاد ومعناها شيخات شيخنا اليوم ان شاء الله عدينا حسه باهيه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق. ودي خالد فريمون لي سبورتيف تقعد سبورتيف والشباب يقعد شباب. بارك الله فيك. انا نحب على رساله تو هذه علاش معناها ساعتين الناس اللي تسمع فينا في السيابي يفيقوا شوي راهو الخلافات هذه جايني ما عندهم توصل لك السيابي تو قديش تعاني الورك السيابي تستاهل حاضر ومستقبل احسن من اللي هو فيه ان شاء الله. الناس كل ذكريات بخلاف الالقاب القنطره هذه تو قنطره بنزرت كي نتذكروا احنا كي داروا داخلين من تونس جايبين تيتر داخلين به القنطره ونغزو للجمهور مدينه بنزرتي والعباد اللي جايه تعرف الحمد لله هذوك ما حاجات يشوكوا الحم فهمت يعني ماذا بينا احنا نوليو نعيشوا احنا كبار في العمر. ما يلزمناش ننساو الفريق اللي معناه رافقنا تيلة ساعتين امين السعيدي اخراج الاذاعي والسويح اي اف ام تي في وايمن وافي موقع التواصل الاجتماعي. شكرا جميعا كابتن. هو في الـ FM TV مازال كيلتحق بينا عبد المجيد أوبا وكشاس كل شانجمو خلينا نقوله تغيير في وسط عم تقولي ريكروتمون وانا في غريش عبد المجيد أوبا خذيب لست وقال السوايع نسيت شكرا أخويا لحصل